حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. على هذا الإثم الإثم العظيم الكبير، حيث أمضى كل هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله. أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة، لأنه طاف وعليه جنابة، ولا يصح الطواف على من الإنسان وهو عليه جنابة، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد، كما قال تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وعليه إذا كان متزوجا أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وفي هذه الحال يحرم من الميقات بعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. وعليه مع ذلك كله التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه، وأن يرى نفسه مقصرا مفرطا في حق الله، وأن يعزم على أن لا يعود لمثل هذا.